منحت الجمهورية الإيطالية سعادة الشيخ هالة بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار وسام نجمة إيطاليا حيث قلدتها الوسام سعادة السفير الإيطالية لدى مملكة البحرين السيدة باولا أمادي خلال حفل أقيم بمتحف البحرين الوطني وأعربت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة عن سعادتها لحصولها على هذا الوسام الذي يعكس عمق العلاقات الثقافية والحضارية فيما بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية. متوجهة بالشكر إلى الجمهورية الإيطالية وإلى سعادة السفيرة الإيطالية التي تبدي تعاونا دائما وحرصا على تعزيز عملية التبادل الثقافي فيما بين البلدين الصديقين. أشارت إلى أن العديد من مشاريع التبادل الثقافي قائمة حاليا بين المملكة وإيطاليا موضحة أن العمل مستمر لتحقيق منجزات حضارية مستقبلية أخرى وذلك بناء على اتفاقيات, و... على اتفاقيات وتعاون ثقافي تم تأسيسه خلال السنوات الماضية من جانبها قالت سعاده السيده باولا امادي ان السفاره الايطاليه تتشرف بمنح سعاده الشيخ هلا وسام نجمه ايطاليا مؤكده ان سعاده مدير عام الثقافه والفنون حافظت بشكل دائم على علاقات مميزه مع السفاره ومع المبادئ الثقافيه الايطاليه المرموقه وكانت ايضا مروجا قويا للفنانين الايطاليين والبحرينيين في البلدان المعنيه أوضحت أن الروابط الثقافيه ما بين البلدين قد ازدهرت خلال هذه السنوات واستنارت ثقافاتها بفضل شغف سعاده الشيخ هاله بنت محمد الخليفه بالثقافه والفن مشيره الى ان عملها ساهم في الترويج للعمل الثقافي واهميته في التقريب ما بين الشعوب والحضارات يذكر ان وسام نجمه ايطاليا يعد احد ارقى الاوسمه الايطاليه ويمنحه رئيس الجمهوريه وذلك كمكافاه خاصه للشخصيات التي تسهم في تعزيز التعاون والصداقه والعلاقه مع ايطاليا ببالغ الامتنان تشرفت بحصولي على هذا الوسام من جمهورية إيطاليا طبعا العمل الثقافي العمل في قطاع الثقافة لا يمكن أن يحقق كل هذه الإنجازات الجميلة والكبيرة إلا بفضل قيادتنا الرشيدة بفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى وبفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء أفخر بأن أكون جزء من فريق عمل هيئه البحرين للثقافه والاثار هذا الفريق الذي يعمل برعايه بعنايه كبيره على كل انجازات الثقافه بكافه افرعها تقدم بخالص الشكر والامتنان لمعالي الشيخه مي بنت محمد لقيادتها كل ما هو جميل في قطاع الثقافة وإعطائنا الفرصة للنمو والابتكار ولتحقيق أجمل الفعاليات والإنجازات التي نقوم بها بشكل دوري في هذا القطاع